عطينا الفكرة باش نديروا هذه الدورة. والحقيقة الجميع معناها تكاثفت الجهود وشهدت الشهد الجميع من أجل هذا التنظيم، كما شفتوا تنظيم محكم ما شاء الله، وإن شاء الله نواصلوا في هذه الدورة وربي يوفق الجميع إن شاء الله. هدف من هذه الدورة أولا تخليدا لروح المرحوم، وثانيا ذكرى عيد الاستقلال والشباب. وإنما هذه الدورات هذه راهي تزيد إلا لحمة بين الشباب، ونشكرهم على حسن التنظيم. وبدأت الآن من الآن لكم تشوفوا في عناصر الشباب بدأت تستقطبها الدورة هذه، وهذه تمهيدا إن شاء الله للدورة اللي بعدها إن شاء الله في دور في كرة القدم في الصيف. كما تعرف ولاية الواد مدينة حرارة شديدة، إذا هذه الدورات تلم الشباب تاعنا لتفادي الآفات الاجتماعية ومن المخدرات من حب مهلوسة من السرقات. إذا هذه الدورة جاءت في وقتها باش تعوض كرة القدم، ونتمنى إن شاء الله مش غير كرة الطائرة، هم داروا كرة الطائرة نتمنى يديروا رياضات واحدة أخرى. على كل حال هذه الدورة تدل على ان كاين تنوع رياضي في هذه الولايه. تحيه في الواد، والواد ناقص الفولي مثلا، كاين غير في الواد دبيل الرماس عز خليفه، بصح كي هكا نشطوها تجي منهم من تعاود تحيه الفولي بفضل جهود جمعيه واعضاء المركب حي نجار حي 17 اكتوبر، بارك الله فيهم يعني عاونونا وفي التسيير وفي التنظيم وكذا. وهذه فكره تستحق التشجيع وتستحق الثناء، وهذا بمشاركه عديد من الفرق داخل البلديه وخارج البلديه، على ذكر نادي ببلديه ورماس واتحاد الرباح والدبيله. وكذلك نحاول جذب الشباب على الآفات الاجتماعية وجذب الانتباه لهذه التظاهرة.